عليه السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. صلوا بالليل والناس نيام. ربما يكون أحسن وألد نوم ما كان من بعد منتصف الليل إلى الفجر. فإذا قام الإنسان في هذا الوقت لله عز وجل يتهجد يتقرب إليه بكلامه وبدعائه خاشعا بين يديه والناس نائمون فهذا من أفضل الأعمال. ففي هذا وهذا محل الشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الصلاة بالليل من أسباب دخول الجنة. والجواب قال تدخل الجنة بسلام. يا الله أكبر. تدخل الجنة بسلام. تسلم عليكم الملائكة. الملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. يهنئونهم بما صبروا وبهذا الثواب العظيم. وتدخل الجنة بسلام ظاهره أنه بلا عقاب ولا عذاب، لأن من عذب لم يسلم. فهذه الأمور الثلاثة في هذا الحديث من أسباب دخول الجنة بسلام.